السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. الآن سنقوم بتصحيح ومناقشة بعض التمارين الصعبة في موضوع الضغط والضغط الجوي. إذن السؤال الأول: لماذا نضطر إلى إحداث ثقبين في العلبة لإفراغها من الحليب؟ وضعي صفحة 63. إذن لأن إحداث ثقب واحد لا يمكننا من إفراغ علبة الحليب، والسبب هو أن الضغط الخارجي، الضغط الجوي، أكبر من الضغط الداخلي، يعني أن الهواء يمنع خروج الحليب ويسلط عليه قوة ضاغطة تمنعه من الخروج. وعند إحداث ثقبين يصبح الضغط الخارجي يساوي الضغط الداخلي، ثقب يخرج منه الحليب وثقب يدخل منه الهواء. ننتقل إلى السؤال 2: سجل بارومتر زئبقي خلال أوقات مختلفة من شهر أكتوبر القيم التالية: ألف، ما هي قيمة الضغط الجوي العادي؟ قيمة الضغط الجوي العادي هي 760 ملمتر زئبق، وهي قيمة سبق وتعرفنا عليها من خلال الدرس. ب: عبر عن هذه القيم بالهكتو باسكال. إذن لابد أن نعتمد على القاعدة الثلاثية للحصول على قيمة الضغط الجوي بالهكتو باسكال. نحن نعلم أن 760 ملمتر زئبق فهي تساوي 1015 أو 13 هكتو باسكال، و 745 ملمتر زئبق فهي قيمة معطاة بالبارومتر الزئبقي، ونحن نبحث عن القيمة بالهكتو باسكال. إذن سنطبق القاعدة الثلاثية ونحسب، وبالتالي 745 ملمتر زئبق توافقها 993 هكتو باسكال. وبنفس الطريقة يمكننا حساب جميع القيم أو أي قيمة ننتقل الآن إلى التمرين الثالث. قنينة غاز تحمل الإشارة التالية: 15 بار. بعد وصلها بمانومتر أشار عقرب هذا الأخير إلى القيمة 1 بار. ألف، علامة تدل الإشارة المسجلة على القنينة. الإشارة المسجلة على القنينة تدل على قيمة الضغط الداخلي الأقصى لقارورة الغاز. ب، علامة يدل القياس 1 بار. القياس 1 بار الذي يشير إليه المانومتر يدل على قيمة الضغط الداخلي الأدنى داخل القارورة. جيم، ماذا نستنتج من مقارنة القيمتين؟ القيمة 15 بار هذا دليل على أن القارورة ممتلئة ولم تستهلك بعد، بينما القيمة 1 بار هذا دليل على أن القارورة استهلكت و تبقى فيها كمية قليلة من الغاز وهي 1 بار. ننتقل الآن إلى التمرين الرابع. أحلل التجربة التالية: قارورة بها هواء، كأس به هواء، غشاء مطاطي على سطح الكأس، وأنبوب من زجاج. لنلاحظ التجربة: نمص هواء القارورة بواسطة الأنبوب فيتقعر غشاء الكأس نحو الأعلى. لماذا؟ لأن الضغط الخارجي أصبح أصغر من الضغط الداخلي داخل الكأس، الشيء الذي أدى إلى تقعر غشاء الكأس نحو الأعلى. في الحالة الثانية ننفخ في القارورة هواء فيتقعر الغشاء نحو الأسفل. لماذا؟ لأن الضغط الخارجي أصبح أكبر من الضغط الداخلي داخل الكأس، الشيء الذي أدى إلى
دخول الغشاء المطاطي في الكأس، إذن تقعر نحو الأسفل. ننتقل إلى السؤال الخامس. نقرأ على جهاز الضغط للهواء المواصفات التالية. إذا لاحظوا الصورة، محرك الجهاز، مانوميتر، ووعاء. جهاز يشتغل ب 220 فولت، وعاء من سعة 9 لتر، أقصى ضغط 8 بار. نصل الجهاز بمأخذ للتيار ونشغل محركه. ألف، أين يتجه الهواء الممتص؟ الهواء الممتص يتجه نحو الوعاء. ب، كيف يتغير ضغط الهواء داخل وعاء الجهاز؟ بطبيعة الحال الهواء الممتص سيتجه نحو الوعاء، إذا ضغط الوعاء سيزداد، أو ضغط الهواء داخل الوعاء سيزداد ويرتفع. د، ما هو أقصى ضغط الهواء داخل وعاء الجهاز؟ وهو مسجل على البطاقة 8 بار. بما نتمكن من مراقبة ضغط الهواء داخل الوعاء؟ نتمكن من مراقبة ضغط الهواء داخل الوعاء من خلال جهاز المانومتر، وهو مركب على الجهاز. أما الآن ننتقل إلى التمرين السادس. تمثل الخطوط المنعرجة على الخريطة خطوط تساوي الضغط. لاحظوا الخريطة، فلكل خط قيمة ضغط معينة. ألف، ما قيمة الضغط الجوي بين خطين متتاليين من خطوط تساوي الضغط؟ وهنا نعتمد على عملية الطرح. مثلا 1030 ناقص 1025 تساوي 5 هكتوباسكال، وهي قيمة الضغط الجوي بين خطين متتابعين. ب، بواسطة أنسوخ أنقل خطوط تساوي الضغط ذات القيمة 1015 هكتوباسكال، ثم ألون بالأزرق المناطق التي يفوق ضغطها 1030 هكتوباسكال. إذن سألون بالأحمر أو عفوا بالأزرق منطقة المرتفع الجوي أ، وسألون بالأحمر منطقة المنخفض الجوي د. ج، أحدد مناطق المرتفع الجوي ومناطق المنخفض الجوي. مناطق المرتفع الجوي هي منطقة المرتفع الجوي أ، ومناطق المنخفض الجوي هي منطقة المنخفض الجوي د. د، بما يتميز الجو في هذه المناطق؟ في منطقة المرتفع الجوي أ نجد جو صحو، ارتفاع يتميز بارتفاع في درجات الحرارة الدنيا والعليا، ونسبة بخار الماء قليلة. بينما في منطقة المنخفض الجوي D نجد جو ممطر، جو متقلب، كذلك يتميز بانخفاض في درجات الحرارة الدنيا والعليا، وفي بعض الأحيان يكون جو عاصفي. ها، أبين اتجاه حركة الرياح على الخريطة. فحركة الرياح على الخريطة من أ نحو د، فهي دائما من المنطقة التي تعرف استقرار إلى المنطقة التي لا تعرف استقرار، إذا من أ نحو د، وهكذا تنشأ الرياح. وشكرا على انتباهكم.